أسأل حضرتك سؤال. الروائي يحيى حقي ساعد فرقة رضا، احكي لنا عن دعمه ليها، وايه يعني ايه اللي خلاه يدعمهم، ووصل الدعم لحد فين، وهل هو فعلا كان بيدعم كل الناس اللي حواليه، وايش معنى الرقص الشعبي؟ بص، هو كان في فترة من الفترات جه ضيف لمصر اللي هو تيتو، الرئيس تيتو. اوكي. فطلبوا منه، كان رئيس مصلحة الفنون وقتها. أيوة. هي مصلحة الفنون كانت نواة لوزارة الثقافة، لسه ما بدأتش. أوكي. ده زي ما حكى. فقالوا له عايزين حفلة تقام بمناسبة وصول هذا الضيف الكريم. فقال نعمل ايه؟ لازم نجيب. فهو يوميها اختار حاجات شعبية سولو، يعني نايم مش عارف ايه، حاجات كده. لكن هي دي بدأت الفكرة عنده، ان لازم يكون عندنا فرقة لو تمثل مصر سواء داخليا، تقدر تاخد الأسرة كلها تتفرج على الرقص الجميل. فعمل فكر في انه يعمل مسرحية غنائية، طبعا حد كتبها، اعتقد الاستاذ علي احمد بكثير، عملوها على مسرح الاوبرا. اوكي. بحيث ان تصور كل الفنون الشعبيه اللي موجوده في مصر، بدءا من مرسى مطروح لاسوان. ليل يا عين بيتقابلوا مع بعض من خلال المحافظات. كانت بترقص وقتها نعيمه عاكف، ومثلت مصر الفرقه دي في احتفالات الشباب في روسيا في ذلك الوقت. أصلا حاجة لطيفة قوي. لما عيت نعيمة، جالها السيدة نعيمة عاكف عيد وجالها برد ولا حاجة، كانت رقم 2 اللي هتقوم بدالها فريدة فهمي. اوكي. مين بقى كان بيدرب الفرقة؟ علي ومحمود رضا. ايوه. فهنا هم كمان حسوا ان العمل ده حلو وكبير، فليه ما يكونوش فرقة جميلة تمثل الفنون الجميلة دي؟ وهنا اتولدت فرقة رضا، ونجحت نجاح ساحق طبعا، ومن أجمل الفرق لحد النهاردة. وناس كتيرة جدا بيفضلوا يتفرجوا عليها ويستمتعوا باللوحة الفنية الاستعراضية. هي عمل شغل، يعني مثلت تراث مصر، وتبقى سعيد انك بتتفرج عليها. ويمكن كمان وقتها شباب من الجامعات اللي هم كانوا بيرقصوا فيها. مدام نوها، هو صحيح، أسألك سؤال اللي قبل الأخير، صحيح إن باباكي كان بيصرخ لما بيشوف كتاب من كتبك؟ يصرخ؟ يعني كان بيبقى مبسوط كده في حالة سعادة أو؟ طبعًا بيبقى سعيد إن ده يعتبر يوصل لموضوع اللي هو الانبهار. طبعًا الانبهار طبعًا، لأن أنت عارف يحيى حقي يعني الكتاب عنده زي ابنه، يعني هو كتاباته مش بس الروايات أو القصص القصيرة، المقالات الأدبية الفكرية الجميلة، تعالى معي إلى الكونسير، في محراب الفن، يعني عنده قصص، ناس في الظل، عطر الأحباب، يعني قصص، مش قصص، مقالات تستحق إن الواحد يقراها، خاصة صفحات من تاريخ مصر. صفحات يعني من تاريخ مصر. يعني يحيى حقي أكثر كاتب بيكتب مقالات أدبية فكرية فنية تستحق. تعالى معي إلى الكونسير ده رائع، كأنك بتسمع حفلة كونسير. بيعيش مع الحالة نفسها، بيعيش مع الحالة، وبيوصفها لنا كراجل فنان متمكن، مش يعني بيوصف كده، لا، بيدخلك في أعماق النغمة نفسها. أوكي. بعد وفاة الروائي العظيم أستاذ يحيى حقي، هو توفى عام 1992. نعم. أوكي. وإحنا تقريبا في ذكرى وفاته، لأنه توفى في ديسمبر. حضرتك بتحسي بإيه لما الناس بتكلمك وبيقولوا لك الروائي العظيم والعملاق يحيى حقي واسم باباكي بيتقال، بتحسي بإيه؟ أولاً أنا بحس بسعادة جداً، نمرة واحد، وما بحسش إنه رحل، لأن أعماله لا تزال تعيش إلى الآن، وأنا مندهشة إن قصص يحيى حقي معاصرة، يعني كأنها كتبت الآن. وده الغريب فيها، إن قنديل أم هاشم تصاحبك النهارده، ممكن تعيش فيها وتقراها على انها معاصره النهارده، اسلوبا وفكرا. قصصه كلها كده، كلها معاصره، فهو عايش معانا. وهو دايما كان بيقول الكاتب بيموت مرتين، مره ربنا يعني اختاره، ومره ثانيه لما الناس تنساه. فانا شايفه ان الناس
ما نسيتوش. لا طبعا. لازال موجود. واكبر دليل على كده الانترفيو مع حضرتك النهارده ان احنا بنحيي ذكرى الروائي العظيم يحيى حقي. احب انوه للناس ان من ضمن الجوائز كتيره جدا جدا اللي اخذها جائزه الدوله التقديريه في الاداب، ودي تعتبر من ارفع الجوائز الثقافيه عام 1969. وسام الفارس من الطبقه الاولى الحكومه الفرنسيه تقريبا كانت في 83، الدكتوراه الفخريه من جامعه المنيا في نفس السنه، وعام 1995 جائزه الملك فيصل العالميه كونه رائد من رواد الثقافه العربيه الحديثه. ربنا يرحمه، حضرتك شرفتينا ونورتينا الكاتبه الروائيه العظيمه نهى حقي، بجد والله حضرتك شرفتينا جدا. انا عايزه اقول لك اولا انا بشكركم جدا، بشكر تلفزيون النهار انكم افتكرتوه في الذكرى، وخلي بالك ان احنا ما بين ذكراه وميلاده ما فيش فرق كبير، 8 ديسمبر 7 يناير ما فيش حاجه. بس احب اقول لك فعلا ان انا يعني بشكر ربنا ان جعل يحيى حقي ابويا، لان احنا مش بنختار الاب ولا الام، فربنا اختار لي اب اعيش بيه وافتخر بيه وسعيده دايما ان انا بنت. واحنا فخورين بيكي وفخورين بباباكي وفخورين بيكم كلكم بجد من قلبي في شارع النهار، وحضرتك فعلا شرفتيني. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. فقرات كتيره جدا جدا في شارع النهار على قناه النهار، استنونا.